نبدأ مع بعض. أول حاجة هنعملها هو السالمون ستيك، مكون من سمكة السالمون مخلية، أنا عاملاها الطويلة، ممكن دي تتعمل لو عايزة عندك الحتت الصغيرة برضو مش مشكلة هتمشي معاها. وعندنا الليمون أو عصير الليمون، عسل، ثوم، سمسم محمص، وبشر للليمون، وهنا عندنا البلسمك، وعندنا بقى الخضار، بصل، وممكن تحطي أسبارجس، وممكن نحط الفاصوليا الخضراء وبروكلي والبطاطس. نبدأ بقى مع بعض. الأول التتبيلة أهم حاجة نعملها إن هي تبقي حاطاه في التتبيلة لمدة مثلا 6 7 ساعات، أوكي، كبداية علشان إيه نبقى عارفين طعمها يطلع حلو. أيوة كده تمام، بصوا إزاي كده، هنجيبها بالعرض أوكي ونعملها تتبيلتها بقى. هحط كده بشر الليمون والثوم اهو، شايفين؟ كده نجيب بقى العسل. بعدين نبدأ بقى نديها من الخل اهو، بصوا بقى كده اللي انا بعمله ده المفروض ان احنا ننقعه، نعملها قبلها ب6 ساعات، او ممكن تنيميها قبلها بيوم برضو هتطلع طبعا تحفة. اهو نبدأ بقى نديله شوية سمسم. السمسم ده انا محمصاه نص تحميصة علشان هيخش الفرن معايا وبرده ايه يتحمص. يلا ندي بقى شوية ملح، تطلع حلوة قوي. وبعدين هنديها شوية زيت زيتون. Thank you.